الرحمن الرحيم، إن شاء الله هنكمل في المونوسكرايد أو الكربوهيدرات أو السكريات الأحادية. عرفنا إنه الألدوز هي الكربوهيدرات اللي بتحتوي على الفانكشن جروب عبارة عن ألدهيدي، أما الكيتوز قلنا هي الكربوهيدرات اللي بتحتوي على مجموعة الكيتونز كفانكشن جروب. عندنا هنا المركبين، هذا مركب هي مجموعة الفانكشن جروب الألدهيدية وبتكون طرفية، مثال عليها اللي هو الجليسرالدهايد، وهو عبارة عن ثلاث ذرات كربون، عشان هيك سمنا وفانكشن جروب ألدهيدية كمان سمنا ألدو تريوز. لو جينا مثال للكيتونز، هي مجموعة ثلاث ذرات كربون والفانكشن جروب كيتونز، فسمنا كيتو تريوز أو داي هيدروكسي أسيتون. داي هيدروكسي أسيتون. بدنا نيجي لبعض الستيروكيمستري وبعض المصطلحات. طبعا في التسميات اللي حكينا تحدثنا عنها بالنسبه للسكريات الاحاديه، وكيف يطلق الاسم حسب عدد ذرات الكربون وحسب الفانكشن جروب. كمان بعض المصطلحات او عند رسم السكريات الاحاديه اختلفوا في انه هل الشكل الموجود دي او ال، ففي بعض المصطلحات حسب الستيروكيمستري للكربوهيدرات او التوزيع الفراغي للمونوساكرايد. حناخذ اول مصطلح واللي هو الانيتيومرز، واللي هو عباره عن ميرور ايمج، اللي هو الصوره المشابهه للمركب او للسكر. زي مثال عندنا هنا، هذا عباره عن الدي جليسرالدهايد، هاي ثلاث ذرات كربون ومجموعة الـ OH على اليمين. لو جينا الدي جليسرالدهايد حطينا عقباله زي مرآة، حنلاحظ الشكل المقابل لإله أو الميرور لإله هو عبارة عن الـ L جليسرالدهايد. فهذا الـ L والدي للجليسرالدهايد بنطلق عليه إنيتيومرز. ليش؟ لأنهم ميرور إيمج. يبقى الإنيتيومرز هو عبارة عن ستيرو أيزومرز، وبيكونوا التو عبارة عن ميرور إيمج، يعني صورة مشابهة للثانية. إذا كان السكر بيحتوي على أكثر من كايرال سنتر، اللي هي كايرال سنتر قلنا عبارة عن، أو الكايرال كربون هي ذرة الكربون اللي بتحتوي على أربع مجموعات أو بترتبط مع أربع مجموعات غير متماثلة، وبالتالي ممكن يصير كونفيجريشن أو اختلاف عند الدوران، عند الدوران لهذا السنترال الكربون سنتر أو الكربون كايرال كربون، فبتغير موقع المجموعات الغير متشابه وبالتالي بيختلف شكل المركب. فإذا كان عندنا الاختلاف فقط في ذرة كربون واحدة اللي هي ذرة الكربون اللي قبل الأخيرة، واللي هي بنسميها بعيدة عن الكربونايل كربون، اللي هي أبعد ذرة كربون كايرال كربون عن الكربونايل كربون اللي هي بنسميها، إذا كان مجموعة الـ OH على اليمين سميناها D، وإذا كانت مجموعة الـ OH على اليسار سميناها L. فالشكل D والشكل L لأي سكر يعتبروا إنيتيومرز، يعتبروا إنيتيومرز. على سبيل المثال زي الـ L والـ D جلوكوز هما إنيتيومرز، وبالتالي بيقول لي أي إنيتيومرز إلهم the same water solubility، يعني الفيزيكال بروبرتيز لإلهم واحدة. أغلب الهيكسوزيز أو السكريات السداسية اللي موجودة في الخلايا أو الكائنات الحية هي عبارة عن ستيريو آيزومرز، وهذه الستيريو آيزومرز عبارة عن دي ستيريو آيزومرز، يعني مجموعة الـ OH دايماً بتكون على اليمين. لكن في بقول لي سيمبل شوجر، بعض السيمبل شوجر ممكن نلاقيها L-form موجودة، زي مين؟ الـ L-arabinose، الـ L-arabinose. لما نيجي نرسم المونوساكرايد، الكايرال كربون دائما بنرسمها اما على الفورميلا الفيشر او البرسبكتيف فورميلا، انه نعرف انه هذه هي الكايرال كربون، اي اللي بتمثل مجموعه الكربونه اللي ممكن تعبر عن الدوران حواليها، اللي هي مجموعات الفانكشن جروب. الفانكشن جروب بتكون غير المجموعات الغير متماثله، مرتبطه بمجموعات غير متماثله. هنا لو جينا لهي عباره عن دي جليسرالدهايد لانه مجموعه الاو اتش على اليمين، اما هنا لو هي ثلاث ذرات كربون ومجموعه الاو اتش على اليسار فبنسميها دي الجليسرالدهايد. نيجي لبعض المصطلحات
الثانية زي الإيبيمرز أو الإيبيمرز. إيش هو الإيبيمرز؟ الإيبيمرز هو عبارة عن ستيريو أيزومرز، ولكن بيكون الاختلاف فقط only one chiral center، يعني one chiral carbon. الاختلاف ما بين التو المركبين بيكون في ذرة كربون واحدة هي الاختلاف ما بينهم. والإيبيمرز هم not mirror image، يعني ما بيكون عبارة عن مرآة، الشكلين ما بيكونوش mirror image، يعني مش شكل مشابه للشكل الآخر لإله، مش مقابل لإله، وبالتالي هم not enantiomers، لأنه صفة الانيتيومرز قلنا إنه يكون mirror image. الإيبيمرز ممكن نطلق عليه دايستومرز. إيش الدايستومرز؟ الدايستومرز هو يعتبر الدايستومرز هو يكون أكثر من كايرال كاربون، إنه في أكثر من كايرال كاربون ونات ميرور إيمج، ونات ميرور إيمج يعني في عنده أكثر من كايرال كاربون ونات ميرور إيمج، هذا الدايستومرز. فالإيبيمرز هو يعتبر دايستومرز. كمان الدايستومرز بيقول لي إنه لهم different physical properties، يعني بيختلفوا في الصفات الفيزيائية زي الووتر سوليوبيليتي الذوبانية بالماء، أو الميلتينج تمبريتشر اللي هو درجة الانصهار. مثال على الدايستومرز أو الإيبيمرز اللي هو الدي